السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنعمل البامية على الطريقة الشامية، بتمنى تعجبكم الطريقة ولا تنسونا باللايك والاشتراك. أول شي نبلش بالمكونات. بنحتاج ظرف ماجي، 7 سنان ثوم مع رشة ملح مدوقين ناعم، 4 معالق دبس رمان 60 ملي، 400 جرام دهنة مفرومة، جرزة كزبرة مفرومة ناعم، وبامية مفرزة باعتبار انه ما عندي بامية خضراء، وصدور دجاج مفرومة ناعم 200 جرام، 3 معالق مية بندورة مقدار 45 ملي. أول شي منبلش منحط الزيت على النار، بنستنى لحتى يحمى الزيت، بعدين منضيف البامية ومنقلبهم لحتى يستووا. بس استووا بنحطهم على جنب. منبلش بالمرحلة الثانية، منحط الطنجرة على النار، منضيف معلقة زبدة 15 ملي، مندوبها شوي، وبعد ما بنحط الدهنة بنقليها بهذا الشكل. بنحط الثوم، بعدين بنضيف صدور الدجاج ومنقلبهم منيح،
بعدين بنضيف الماجي، بعدين بنضيف شوية مي حتى تغمر البامية، باعتبار ان البامية انا ماني مكتر. بعدين بنضيف مية البندورة، بعدين بنضيف دبس الرمان، بعدين بنحركهم منيح. بعدين بنضيف البامية، بنحط شوية ملح، رشة ملح حسب الرغبة، انتو شلون بتحبوها، ملح كتير او قليل. بنضيف الكزبرة، بعدين بنتركها مدة 5 دقايق لحتى تستوي بهذا الشكل. بعدين بنغطيها لمدة 10 دقايق لحتى تتعقد المرأة. بعد 10 دقايق شوفوا شلون صارت. وإن شاء الله ساعتين مهنة، ولا تنسوا نبلايك والاشتراك وتنشر المقطع لأصدقائكم.